لكن متحرك، لكن كعوب، لكن تمريرات، مثلثات، مربعات، تصويبة من اليوم، متابعة من فوزير. حتى لو ضاعت النصر غير، النصر غير يا فوزير. شوف اليوم، شوف متعب، تعب تعب، الكل يضرب. تمت الجولة العاشرة من دوري سعودي المحترفين. كارلوس مار، تلك الضربة وتلك اللمسة وتلك المهارة، وهذا الكارلوس، هذا الكارلوس الجميل في وسط الملعب. فريق الرائد جاي من خسارة من الاتفاق 2-1 قبل التوقف، قبل التوقف الآن، ولكن ماذا عن بعد التوقف يا السواديم؟ ماذا عن بعد التوقف يا السلطان؟ ضاعت الكرة، هل كان متسلل سلطان؟ شوف اللعبة شكلها ما فيها شيء، كان ممكن يكون فيها كل شيء لكن عدل. من أقصى الناحية اليوم رائد الغامدي، وأمامه علي الخيبري. رائد سبع لعب عرضية ويضيعها يا راجل. ما تضيعش، ما تضيعش يا محمد يا محسن، ما تضيعش يا محمد يا محسن. وادي رائد الغامدي، الهروب بامتياز والعرضية بامتياز، ومحمد محسن مرتاح امكانياته دي. نقول ان هو ظهير ايسر محترم ما بيتفلسفش، وهنا الكرة على حدود المنطقة، محاولة تسديدة يا راجل. شوف الكرة اتلعبت عليه، شوف يوسف السالم هيها براسه حلو، شوف جيب العرض، جيب العرض، جيب العرض، شوف 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 اهي. يا يا عبد العزيز راكنها بمعلمة.